يا ريت يا ريت يا مدام، وانتي بتعملي السلطة ما تحطيش الخيار جنب الطماطم. يا ريت يا مدام، غلط غلط وعيب كمان. تاني، وانتي بتعملي السلطة لجوزك ما تحطيش الطماطم المؤنس جنب الخيار المذكر. غلط، يعملوا قفل في وشك تتكهربي تموتي بعد الشر عليكي وعلى اللي حواليكي. حطي الخيار المذكر على الطماطم المؤنسة. نو. ليه بقى؟ علشان دي دراسة انا جبتها منين وعرفتها منين، هنحكي في ده بعدين. طماطم وخيار سالب وموجب تخلطيهم انت حرة. حد يقولي طيب ما هي مفرد خيار خيرايه. لا لا لا، مذكره يا محترم. ازاي عايز تحط الطماطمايه مع الخيرايه في نفس الطبق مع بعض؟ ايه خلاص بقينا بنعمل كل حاجه كده غلط قدام بعض عادي؟ المعجم ما فيهوش خيار وما فيهوش طماطم. نروح للجامعة ونعرف اصل الكلام ده جاي منين؟ ها؟ ما انا معاك اهو. نراجع نحو، احنا كده كده قاعدين فاضيين في البيت، مش ورانا حاجه، لا بنغسل ولا بنطبخ ولا بنذاكر ولا بنغير بامبرز. نراجع بقى نحو. انا بعد اهو عليهم، هم اللي بيعصبوني. هذا راجل مفرط لوحده وسايبني انا لوحدي. فرعون الصغير الكبير، هذه امرأة مفرد اجمعها، مفيش، ما بيتجمعوش مع بعض، زي الفريق ما بيحبوش شريك، كل واحد عايز يبقى لوحده. تخيل المعجم ما قدرش يجمعها، هتقدر عليها انت يا ابو كافر ايه وصغير؟ لا مش هتقدر. لكن طبق السلطة انا ما اقدرش احرمك منه. فايه مكونات طبق السلطة؟ مكونات طبق السلطة الواحد، عدي معايا، هذا خيار حطي، هذا فلفل حطي، هذا بصل حطي، كزبرة غلا مؤنسة تروح لطبق الطماطم، وما تنزلهمش في معدتك مرة واحدة. تاكلي الطبق المذكر الصبح وبالليل تاكلي الطبق المؤنس، مش عايزين نخلطهم مع بعض عشان عيب يا مدام. واحدة دلوقتي هتسألني وتقول لي اوانتي ليه حطتلوش كل حاجة لوحدها وهو ينقنق براحته ومزاجه الفرعون الصغير الكبير. انا سبقتك وسألت السؤال لنفسي، وبرافو لنفسي اني انا ذكية وبسأل السؤال وبرد على نفسي. هتقولي ايه دلوقتي؟ برافو عليا.